أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف لكم رجل أعمال مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا رحبوا معي بمستر كمال حسين صغيب من جمهورية سوريا العربية الحبيبة. بداية أسعد الله أوقاتك سيد كمال. مساء الخير، أسعد أوقاتك. حابين في بداية برنامجنا نتعرف على شخصك الكريم ونعرف السادة المشاهدين على حضرتك. حبيبي أول شيء أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا فيك. كمال حسين صغيب من سوريا، من ريف دمشق. تشرفنا فيك. حابين نعرف بدايتك يعني وبداية عملك في دولة الإمارات العربية المتحدة، متى جئت لدولة الإمارات وبماذا عملت من بداية قدومك؟ أنا تواجدت بالإمارات بال 2019، وفورا أول ما كانت البداية بوردة ميستيكا كافيه، كان المشروع في بداياته أول ما قررت الشركة أنها تفتح، والحمد لله أنه كنت موجود من البدايات وافتتحنا المحل وعملنا حاولنا نعمل كونسبت معين هيك بخصنا شوي، وكان كما أنتم شايفين يعني تقريبا ما شاء الله فانكي شوي على كافيه طبعا. مستر كمال، حابين نعرف السادة المشاهدين على المشروبات وأيضا الأطباق وجميع الخدمات، خلينا نحكي اللي بتقدموها في مقهى وردة ميستيكا. فكرة وردة ميستيكا كافيه هي فكرة كافيه أكثر ما هي مطعم. حاولنا بقدر المستطاع أنه الكافيه تتميز شوي، فكان حاولنا أدراج الفاست فود، الأشياء اللي ممكن تتماشى مع طبعا الماركت الموجود، ودائما بتحاول تشوف الماركت شو بيناسبه. فهي تقريبا تعدت فكرة انه تكون بس كافيه، حاولنا نطورها شوي، دخلنا الفاست فود باكلات تقريبا هي مش من الفاست فود، ونحن حاولنا انه نعملها فاست فود. تعرف احيانا الناس بتحب تلاقي الاشياء اللي بتحبها بمكان واحد، صحيح. فمش دائما الناس بدها تطلع برا عشان مثلا تاكل اشياء بتحبها، بعدين تيجي تقعد بقعدة حلوة كافيه مثلا، صحيح، تشيش او اي شيء مثلا من هذا القبيل. فكانت الفكرة انه لازم نحاول قدر المستطاع نوفر لهم اشياء تقدر تقدمها الكافيه. اكيد اكيد. هي الفاست فود يعني ان جنرال مش هنتوسع كثير فيها، فحاولنا كثير بهي الطريقة. عندنا اشياء بالنسبة للدرينكات يعني الاشياء اللي بنحاول انه تكون خفيفة وسريعة ونفس الوقت بتناسب كل الأذواق. وبرجع بأكد لك فكرة الماركت كتير مهمة، أكيد يعني تعرف الماركت شو بيحتاج عشان أنت توفر له اللي محتاج. أكيد. أيضا أنتوا اليوم يعني موقع، خلينا نحكي الكافيه بمنطقة، خلينا نحكي فيها عدة جنسيات متنوعة، بدك تقدر يعني ترضي جميع الأذواق وجميع الجنسيات. خلينا نقول اشتغلنا عليها عمليا ونجحنا الحمد لله بفكرة ان احنا دخلنا العربي فود والانترناشنال فود، فقدرنا ان نعمل فاست فود من تو كايند اوف ذا فود يعني عشان ترضي كل الناس اللي حتجي سواء من يوروب او العربي بيبول. سو الحمد لله. اكيد نتمنى لكم طبعا كل التوفيق مستر كمال. حابين نعرف على الاشي يلي بيميزكم في مجال عملكم. الشيء اللي بيميز يعني في اكثر من شيء بيميزك بالهوسبيتاليتي بشكل عام، انت لازم يكون عندك اكثر من شيء يميزك مقارنه نسبيا، لازم يكون بين الاكل والسيرفيس اللي انت عم تقدمه. فببعض الاحيان بدك تستعين بخبراتك، اللي هي في عنا مبدا حلو قديم لكن حلو، فكره السوري بنقول انه لقيني ومطعمين. اكيد. فلازم تستعين بخبرتك اذا بدك لباقتك وادائك مع الناس، هذا الشيء بيعطيك برسنتج كثير عالي بادائك بالشغل. طبعا بده يكون عندك شيء مميز، لا تقل اهميه هي عن هي ابدا. اكيد هذا الشيء لاحظناه واحنا داخلين مع الموظفين والناس اللي عم تشتغل، ما شاء الله يعني وجوه بشوشه مبتسمين، وهذا شيء بصراحه يعني بيميزكم بشكل كبير. تفضل. هي طبعا كان الاداء المفروض انه يتوازى بالتو سايد، اللي هو انه انت يكون عندك شيء عم تقدمه بطريقه مميزه محترفه
وبنفس الوقت يكون أدائك الشخصي، التعامل، الودود، المحترم جدا طبعا، هو أبدا لا يقل أهمية. صحيح. الحمد لله اشتغلنا على التو سايد بالتوازي عشان تكمل وتنجح معك القصة، لأنه نو واي واحد من اثنين ينجح أبدا، فلازم يكون اثنين بنفس الرتم، بنفس السرعة، بنفس الكواليتي. مستر كمال، حابين تحكي لنا شوي كمان عن كونسبت المكان. كونسبت المكان احنا طبعا خبرتك، هو كان كافيه. بداية حاولنا ندمج الكافيه مع الأكل، اللي هو قدرنا نحول أطباق تقريبا فيك تقول اختصاص المطاعم، قدرنا أن نحولها بطريقة ما بتاتش معين، بطريقة شوي كانت خفيفة علينا وعلى الناس. طبعا تحول أنه صار شيء فاست فود مع كافيه. هذا الكونسبت يعني ان جنرال. هلا نحن عندنا بالنسبة لنا اللي اوت مثل ما انت شايف، عاملينها بطريقة قلت لك شوي فرانكي، مهضوم، حلو، بيناسب الناس يعني حتى الكبيرة بالعمر راح تحب انه في اشياء هيك بترجع على وراء. صحيح. من ذكريات او اشياء او اسماء، يعني مثل ما انت شايف بالديزاين واضح. يا وعندنا كمان القاعدة الخارجية بالتراس طبعا، خصوصا هلا بالسيزون، ف كتير كتير الجو حلو بالنسبة لللوكيشن، الموقع هون بهي المنطقة بالبطوطة هون، فكان مميز التراس مساحته. ولا قلت لك السيزون الجو كتير حلو بالإمارات، فالناس بتحب إنها. صحيح. يعني حتى بتقدر تستقبل مجموعة عائلات. طبعاً كمان الكافيه. الأشياء اللي ساعدتنا إنه نحنا قدمنا الفاست فود بطريقة شوي بروفيشنال، خلت الناس تجي لعنا مش بس شباب او فكرتها، لا كان التارجت تبعنا اعلى من هيك. كنا حابين انه اي حدا يفوت بيجي بيقعد بيرتاح بينبسط، يعني to enjoy with his experience with us. so حبينا، فالحمد لله بيجينا كتير عائلات بيجوا بيجلسوا طبعا بدون اطفال، لانه اطفال تحت 18 مش مسموح اكيد بحكم انها smoking area. ف لا بس in general جروبات صغايا شباب عائلات بيجوا بيجلسوا بيرتاحوا، فكانت كلاي اوت وكقعدة برا كانت كتير مناسبة لكل الناس، يعني من كل الأذواق، حتى الناس الكبيرة أو الشباب كله بيفرح، يعني كله بينبسط بالعالم. جميل جدا. مستر كمال، حابين نعرف الرؤية المستقبلية والنظرة المستقبلية لإلكم. شو مفكرين بالمستقبل لتطوير المكان والكافيه؟ طبعا بصراحة ما في حدا إلا ما بيسعى إنه يتطور، وهي الفكرة البديهية من الجميع. أكيد حابين نتطور، حابين إن شاء الله في وقت قريب في يكون فرع جديد، برانش جديد لإنستيكا كافيه. ما شاء الله. طيب الدراسة بصراحة لسه موضوع، بس إن جنرال إن شاء الله بأقرب وقت هون بدبي. نتمنى اكيد اكثر من هيك ان شاء الله. ان شاء الله بدنا نشوفكم بالامارات الشرقيه والغربيه كمان. أكيد. ان شاء الله بالمستقبل طالما نحن ماشيين صح فكل شيء متاح، كل شيء سهل ان شاء الله. انت بس تكون على تاخذ الفيرست ستيب وتكون باول خطوه وتمشي فيها، فبصير الطريق كلير، يعني ما عادش في شيء صعب طالما انت عارف شو عم تعمل. صحيح. وطبعا قادر تكسب محبه الناس وراضي عن أدائك، فالحمد لله أكيد ما في شيء مستغرب. أكيد شي أكيد بالطبع. ممكن أكيد نفتح. مستر كمال، حابين تعطينا رأيك الشخصي بهالمهنة وهالمجال، هاد مجال الكافيهات، وأيضا يعني كيف ممكن نطوره بالمستقبل؟ الشغل بالهوسبيتاليتي، يعني أنك بدك تتعامل مع أكثر الناس وأطباع الناس، ف كرأي شخصي أنا بدك تهتم بأدق التفاصيل، لأنه بدك تتعامل مع كتير ناس بأطباع مختلفة. فمثل ما هو مش كل الناس بترغب نفس الأكلة أو نفس الدرينك، كمان بأطباعهم ممكن، بما أنك أنت كإنسان ممكن يكون عندك أكثر من أوبشن بالأكل، لكن ما في غير أوبشن واحد موجود وما تتعامل مع كل الناس. صحيح. فالإنسان ممكن يختار أكثر من صحن، لكن أنت الموجود فأنت بدك تكون تقريبا أكثر من شخص بشخص واحد. الله. هاي كتير مهمة إن أنت لما
بدك تتعامل مع الناس أو تطور هاي المهنة، أنا برأيي الشخصي بدك كتير تدرس هذا الموضوع وتشتغل عليه، لأنه هو تقريباً مثل ما خبرتك بالأول لا يقل أهمية عن الشيء اللي أنت بتقدمه كسيرفس بالشغل. فلازم تكون قريب من الكل وتتعامل مع الكل بنفس الطريقة اللي هم عايشين فيها. يعني بدك تشوف شخصية هذا الإنسان كيف هو، وفوراً تحاول تكون بتشبعه عشان ترضيه. أكيد أكيد طبعاً أكيد أي حدا رايح على كافيه يقعد ويرتاح، فطبيعي هذا الشخص جاي يرتاح. صحيح. جاي يفرح عنده. يعني بدك تتعامل. المينيموم إنك أنت تكون أحد هاي الأوبشنز اللي بتريحه، تكون لطيف ودود، بدك تخليه يحبك. صحيح. أهم من أكتر إنه هو يتعشى، هو ممكن يتعشى بأي مكان. صحيح. لكن أنت بتحسسه إنه لا، نحن منحب نشوفك، منحبك تكون موجود، لازم تكون مرتاح. هذا واجبنا انك انت تكون مرتاح. صحيح. هذا مش انه واجبنا ننزل لك بس صحن. صحيح. واجبنا لا، انك تكون فعلا مبسوط وصدق. يعني هي الفكره انك بتوصل له فكره انه انت لازم، مش لازم يعني مش الزام الموضوع، المفروض ويا رب ترتاح وتفرح بتجربتك معه. صحيح. فالمهم جدا انك انت قبل ما تقدم للناس any kind of food or drink تقدم لهم شخصيتك. صحيح. يعني هاي الفكرة ان جنرال هي اوسع من هيك، لكن الفكرة اوسع من هيك ووصلت الفكرة. وطبعا نتمنى لكم التوفيق، وهذا اشي يلي بتحكي فيه اشي وصلنا وشفناه عندكم تمام، انه البني ادم اللي بيجي لهون هو بيعتبر حاله هذا مكانه، بيطلع من هون سعيد ومبسوط. هذا الشيء يلي انتم بتشتغلوا عليه، وان شاء الله يا ربي انكم تتوفقوا يا رب. حابين نقدم ونتوجه برسالة شكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الجهود اللي بيبذلوها لتوفير الحياة الكريمة وأيضا الأمن والأمان والحياة الاجتماعية. أكيد الكريمة. دولة الإمارات أثبتت جدارتها على مستوى العالم مش بس على مستوى الوطن العربي، بالقيادة الحكيمة، بكل شيء، بالسيستم الموجود بالبلد، بالرفاهية الموجودة بالبلد. وطبعا هي صارت ملجأ لكل الناس، سواء الباحثين عن العمل أو اللي باحثين عن استقرار أو اللي باحثين عن استثمار. ما شاء الله، والله يبارك بهي البلد، وإن شاء الله يا رب لقدام دايما يا رب. إن شاء الله يا رب. فيهم طبعا قيادة عن شعب طيب، النظام كله الحمد لله بألف خير والبلد بخير. الحمد لله يا رب. نتمنى أنه رب العالمين يديم نعمة الأمن والأمان على دولة الإمارات العربية وعلى جميع الدول العربية والإسلامية بإذن الله. مستر كمال، قبل نهاية برنامجنا حابين نعرف السادة المشاهدين على موقع الكافيه وين بدبي، وأيضا كيفية التواصل معكم. وردة مستيكا كافيه، المقهى موجود بإبن بطوطة هون، انترانس تشاينا كورت انترانس. هلا طريقة التواصل موجودين على الويب سايت، في ارقام تليفون طبعا موجودين على جوجل، فحيكون موجود اللوكيشن ورقم التليفون، بالاضافة انه موجود للانستغرام وردة مستيكا كافيه، وبشتغل على الفيسبوك، فمتوفرين سوشيال ميديا. يعني سهولة في الوصول للكافيه عبر الموقع الجغرافي وأيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حابين نضيف أي شيء مستر كمال قبل نهاية برنامجنا؟ إذا حابين أكيد فينا نقول أنه يعني ترتقي الأشياء وتسمو عندما ترتقي روح الشخص أو الإنسان. الله. فدائما اللي بيبحث على السمو أو بده الأشياء تسمو، فأسمى الأشياء ورقيها يعني في طبع الشخص وروح الشخص ذات نفسه. فكلنا بتمنى أنه كل إنسان ينطلق من نفسه بالحياة. أكيد. نتشكرك جزيل الشكر مستر كمال على هاللقاء الرائع، وإن شاء الله يا ربي بكون لنا لقاءات أخرى بالمستقبل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.